السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الإخوة المترجمون الأخوات المترجمات. تعلمون أن هنالك قائمة صدرت عن أو تبنتها نقابة المترجمين اليمنيين دون شراكة جمعية المترجمين طبعا، نقابة وضعتها وبعض مكاتب الترجمة، ولكنها كانت إلى حد ما جيدة ومقبولة، وانتظرنا تنفيذ المكاتب لذلك واتباع النهج السعري الجديد، السعر الثابت للنقابة، والذي لم يكن في الحسبان أن بعض مكاتب الترجمة بدأت تنافس بأسعار منخفضة جدا، تنافي الأسعار التي وضعت في قائمة النقابة. هذه كما ترونها، هذه أسعار النقابة، ورأينا بأن هنالك منافسة غير شريفة بين المكاتب، حيث أن بعض المكاتب لا يمتلك التصريح ولا التأهيل العلمي الحقيقي، فقط أنهم ذهبوا إلى اليونسكو وتم دفع مبالغ مالية لأخذ التصاريح المعتمدة من قبل الثقافة ومن قبل الخارجية، والآن هم يمارسون الترجمة بأقل الأسعار امتهانا وتحقيرا للمترجم وللمهنة. لذا نرجو من كافة المترجمين اتخاذ الإجراءات اللازمة، الاجتماع وإعادة النظر في القائمة وتعميم القائمة بإجماع كافة المحترفين المشتغلين في سوق الترجمة من مكاتب، من شخصيات اعتبارية وغيرها، وبعد تثبيت السعر تتم وضع عقوبات للمكاتب أو للأشخاص الذين يخالفون أسعار الترجمة التي سيتفق عليها وسيجمع عليها في اليمن. طبعا أتحدث عن الترجمة في اليمن، واقع الترجمة في اليمن، واقع مكاتب الترجمة وأسعار الترجمة في اليمن، أوكي؟ ومن هنا ستتحدد ملامح ومصير هذه المهنة اللغوية الترجمية التي حقرت، حتى أن الإيجارات ارتفعت أسعارها، وإيجارات المقرات وغيرها، ولم يعد محمد الحميد بإمكان المترجم أن يدفع إيجار المقر الذي أو مكان العمل. فلذا نرجو أن يتم مساعدة المترجم من قبل المترجم نفسه وليس من قبل الآخرين. الله helps those who help themselves. You can help yourself, Mr. Translator. Male and female translators. You can help yourself by yourselves. No one can help you, okay? This is an advice. I'm a translator like you. So if you want to be respectful, recognized, you must respect yourself first. And never try to give the opportunity to other people to downtrodden you and put you or deal with you as mean, okay? So translators must do the best for themselves, okay? وأتمنى من الله أن نوفق، وأتمنى من الله أن يجتمع المترجمون واللغويين على كلمة واحدة، وأن توضع تسعيرة، وأن يتم وضع حد للمكاتب التي تشتري التصاريح.